الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة نفط ديقار إيقاف إنتاج 80,000 برميل من النفط الخام يوميا على وقع احتجاجات شعبية تطالب بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في البلاد. وأفادت شركة نفط محافظة ديقار في بيان بإيقاف إنتاج 80,000 برميل يوميا من النفط الخام، إضافة إلى الغاز من حقل الناصرية في ديقار بسبب التظاهرات والاعتصامات. ومنذ يوم الثلاثاء يتظاهر العشرات أمام مدخل شركة نفط محافظة ديقار مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين. أعلنت وزارة التجارة ضبط 13 كرتونة من الدجاج المجمد الممنوع من الاستيراد في إحدى المحلات التجارية وبعض المواد الأخرى الممنوعة من الاستيراد في محافظة ميسان. وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون بأن عملية ضبط المواد جاءت من خلال المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والتأكد من صلاحية المواد المستهلكة، وكذلك السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاعها لمواجهة الأزمة الحالية وتذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. حذر خبراء في مجال الزراعة في محافظة ديالى من انهيار الزراعة في المحافظة بسبب تفاقم أزمة المياه التي أدت إلى تخفيض المساحات الزراعية وإهمال حكومة بغداد دعم الفلاحين. وأفاد الخبراء بأن موجة الأمطار والسيول الأخيرة لم تؤدي إلى زيادة ملحوظة في خزين بحيرة حمرين، فيما شهدت الآبار الارتوازية انخفاضا كبيرا أيضا في عشرات القرى الزراعية، لافتة إلى أن قرارات حكومة بغداد التي ترتبت على إهمالها المتعمد أدت إلى تقليص المساحات المزروعة في البلاد بنسبة 50%، الأمر الذي ينذر بمخاطر قد تنهي القطاع بشكل شبه كامل. وأكدت تقارير دولية في وقت سابق أن أزمة المياه في العراق تسببت بخروج عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية عن الخدمة واتساع رقع التصحر في مناطق جنوب البلاد ووسطها، وخاصة في المحافظات الحدودية مع إيران وسط تسجيل حالات نزوح. كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600,000 طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق 50% من أوكرانيا ثم روسيا ثم رومانيا. وأوضح سلام أن المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي شهر فقط، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعارا وشحا وانقطاعا. ويشير سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزا عن دعم القمح في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير. كشفت بيانات رسمية عن انكماش الناتج المحلي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.3% على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إنه بعد انتعاش النشاط الاقتصادي الصيف الماضي على الرغم من تزايد اختناقات التوريد ونقص المواد، توقف تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة لجائحة كورونا. ووفقا لمكتب الإحصاء نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2.9% لعام 2021 كاملا بعد انكماش بنسبة 4.8% في عام 2020. وانخفض الناتج المحلي الألماني بنسبة 1.1% في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع المناظر في عام 2019 وهو الربع الذي سبق الجائحة. أما الآن فانتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.